وماذا بعد؟ قلت لك وماذا بعد؟ أرجوك، تعبت من الحديث. والدي، والدي الرصي، ولست أنا من أحرق كرة المطارفة للتخلص من أثرهم نهائيا. كان يرى بوجوب التخلص من المعارضين لرأيه. لا ينبغي أن يتجرأ العامة ويجد أنه من حقهم منافستنا على الحكم. يقول أبي أننا فقط من يملك حكما إلهيا بالحكم بين الناس. أيها المجرمون، أرجوك لا تقتلني، نحن ضعاف، نحن أقلية مضطهدة، لم نجد لأنفسنا وسيلة للدفاع إلا باستخدام هذه الطرق. لم نعتبركم يوما أقلية، ظننا أنكم حملتم جميل هذا البلد وأصبحتم منا وعلينا، إلا أن الخيانة تسري بدمائكم ولا فائدة ترجى منكم. أرجوك، أنت رجل تعرف المروءة والأخلاق، فلا تسقط كما سقطنا وتعاملنا بذات السوء الذي نعاملكم به. أرجوك، أرجوك، كدت أن أموت، كدت أن أموت. ابتعد، لا أريد أن أرى وجهك. حسناً، سأبتعد، سأبتعد، لكنني سأعود وسأحضر والدي للانتقام منك. ابتعد عن وجهي.